Even though you didn't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Please have mercy, mercy on my heart. Please have mercy, mercy on my heart. Yeah. Merci dirla Diana Sutton. تابعينا لاخر الليله وهلا وصلنا لفقره بلوجرز. كاتب وصحافي فلسطيني كندي هاجر من لبنان لكندا سنه 2005 واشتغل بمجال تقديم البرامج بتورونتو. بعد انتقل لعالم الصحافه والكتابه وتصدرت روايته لائحه المبيعات بالمكاتب الامريكيه والكنديه. حصل على القاب كثيره منها لقب قائد الغد ونال تكريمات عديده ابرزهم تكريم من البيت الابيض سنه 2016. بصيرنا نستقبل من الاخر المبدع شاكر خزعل. ما كتبت لك شيء. ليه؟ إذا بدك تكتب هلا شو بتكتب على الهواء؟ هات يلا رح اكتب لك شيء روق. شو بدي اكتب لك؟ بيير. هلا صار فيني لك دادي بيير. لما تعرفت عليك كنت بعدك أعزب. صح. دادي بيير انجوي دليل. هي نفس الشيء بكتبه دائما. Not very creative يعني. شو كتبت؟ انجوي ذا ريد. انجوي ذا ريد حلو كثير عميق. شو كتبك كمان فيهم هالقد عمق؟ يمكن اكثر شوي حسب وين الدرينك تاعي يعني. يلا شربوا شي يا شاكر يلا. ليش كانوا بس سيلينج بوكس؟ ليش بس سيلينج بوكس؟ بالصدفه نو يمكن العالم شوي حبت الاسلوب يعني ما بعرف بدك تسال العالم اللي عم تشتري. جبت ستايل حكواتجي العربي يعني وانا لما كنت صغير اهلنا دائما جدي وستي وهيك بيحكوا بطريقه لايك هيدا بيقعد بيعادوك بتقعد قصه بتاخذ 3-4 ساعات ووقتها بتكون انت عم بتقول انتين بدي اروح احضر. سو يا اسلوب الحكواتجي لتجيبه للغرب. نعم. يمكن هيدا عامل شوي لايك الغرب حبوه. ذا ستيتس حبته، كندا حبته، واكيد فريق عمل شطور يعني انه عم بيشتغلوا على الكتب. كيف بتعرف عن حالك؟ انت فلسطيني، كندي او لبناني؟ ثلاثه سوا وامريكي كمان يعني، فانا فلسطيني بالقضيه وفلسطيني بالدم وبالشغف. اهلك من وين؟ ربعي لبناني، ربعي من الجنوب، يعني ربعي من الجنوب. يا ستي امبيه لبنانيه. بيك من وين؟ بي يعني جدي فلسطيني وماي جراند ماذر لبنانيه. والوالده؟ الوالدة فلسطينية 100%. بعد ما عملت لها دي ان اي تيست بس هلا بنجرب. بس يا انا فلسطيني اكيد بالقضية وبالشغف وهيك. خلقت بالمخيم؟ يا انا خلقت بباريلياس بالبقاع، بس ربيت بمخيم البرج. و فانا يلي بيخلق بالمخيم بيكون عنده شوي هيدا الامل انه يقدر يظهر يوما ما من المخيم. وقديش اليوم انت كنت شايف لبعيد وكان حاطط طموح لحالك وحاطط هدف لحالك انه انا يوما ما مش بدي اظهر من هالمخيم، بدي اوصل لمحل كثير بعيد واقدر اغير حياتي اللي موجود بالمخيم. هلا لما تربى بمخيم، هلا الاعلام اليوم بيقول لك مخيم، بيقعد بيحكيك انه فقر وتعتير وهيدا موجود بالمخيمات، بس كمان مول ونايت كلوب يعني هو هيدا هو الواقع. يا بس كمان المخيم. بالمخيمات في اشياء كثير حلوه يمكن كثير بتنتسب الاعلام المتداول. بس الظروف المعيشه ما لها ظروف. بس انه كمان انت بتربى انا ربيت ب 1 كيلومتر سكوير، يعني 1 كيلومتر مربع. هيدي بتقولها كثير بالانترفيوز تبعك. ابسولوتلي 1 كيلومتر سكوير بكم شخص؟ 25000. هلا صاروا يمكن 35. 35. بس لما تربى بهالقد انفايرمنت صغير وهيك انه بتربى مع عالم حدك بتعرف عندك المجتمع تاعك. شو تعلمت منهم؟ كيف احكي قصص، فعملت 3 كتب وهلا منزل الرابع. تعلمت كمان كيف تحترم
جدك ستك خيلا انه عايش معهم يعني انه طيب هل اسكيب من المخيم هل اليوم وقت قررت انه انا بدي انقل حياتي بدي انتقل لحياة تانية وقررت تفتح باب ولا انفتح لك باب يعني كيف انت رحت وصلت على تورونتو بعدين رحت على امريكا خبرني شوي هالمشوار هو نحن هلا بنشوفه مبسوطين فيك بالكتب بكل شيء عم تعمله بس اكيد انت ما كان هالشيء هين لك لا اكيد بس السفاره الكنديه هون ببيروت سهلت كثير امور في برنامج اسمه The Global Leader of Tomorrow قائد الغد تاع بكره للي عمرهم تحت 18 سنه انا خلاله قدمت فبيعطوك مثل عائلة تبقى معها بكندا وبيعطوك منحة كمان لدراستك كلها بكندا وفي حدا كان بنت كندية فلسطينية هي اللي قالت لي أقدم على الموضوع على هيدا البروجرام فطلعت وقدمت ورجعوا بعد شهرين قالوا لي ارجع اطلع وطلعت على تورونتو عملت دراسات عملت بعدين جامعتي وبعدين بلشت بتقديم البرامج بال 2008 على التلفزيون الكندي شاكر من اغلب يعني القصص اللي بنسمعها بنلاحظ انه الاوبتيميزم تبعك يعني متفائل ايه بس هيدي لدرجه شوي زياده بفتكر يعني انا شوي لحقتك شوي يعني بتضلك عندك هالبوزيتيف حلو كثير يعني وان شاء الله انه الواحد يقدر يكون هيك بالحياه مزبوط. بس انه بدنا نفهم يعني عشوائي رح يقول الواحد من انه يا ريت الواحد بيخلق بمخيم يا ريت بيخلق ب 1 كيلومتر على 25000 شخص يعني بتعطي ايه تيكون هيك لانه انت بتعطي يعني لازم بفتكر شوي تعطي السيء النظره على انه كل اللي عم يتغطى من الاعلام عن اللاجئين بدك كمان سيء لا هلا بدي اقول لك شغله بس ما بيتغطى بتجربه بيرسونيل كم واحد مثلك يعني تكمل على سؤال ساري اليوم عالميا اعطيني برسنتج كم واحد اليوم قدر ينجح ويوصل مثلك من سكان من الاشخاص اللي خلقوا بالمخيم هلا برسنتج ما راح اقدر اعطيك لاني مش محضر برسنتج بس تقديرياً. اذا بتطلع تقديرياً يعني في 10% ولا في 1% ولا في 1 بالألف هلا ما بقدر كمان برسنتج مش راح اقدر اعطيك بس بعطيك امثله عن اشخاص ربيوا بالفقر والتعتير وطلع منهم يعني اذا بتطلع بعظماء العالم طلعوا هلا شو الفرق في افرق هون انه انا برفض لليوم حتى او كانوا لاجئين ووصلوا ستيف جوبز من ستيف جوبز اهم الاسامي يا سو تعليقا على الموضوع انا حتى هلا كنت بلندن برويترز كونفرنس وبرفض انه احكي الاشياء اللي مش منيحه عن اللجوء انه ما بتفتح الانترنت حط الورد ريفيجي رح يطلع لك مليون قصه سيئه او تقعد تبكي عليها وهيك وهيدا الصحفي اللي كتبه لهالمقال عامل الهيت تاعه يعني وصل بيقولوا ميزري اتراكتس ميزري بس شاكر أنا بدي اسالك سؤال بما انه عم نحكي عن الميزري وعم نحكي عن الامل وبيير بالاول ذكر انه انت طالع من مخيم وتربيت بالمخيم من وين اجيك هالامل اليوم انفورشنتلي بالدول العربيه صار عندنا كثير مخيمات وكثير اطفال عم بيعيشوا بهالمخيمات اذا بدك تقول لهم بكلمه بما انه السيء موجود على الانترنت قد ما بدنا انت اليوم بوزيتيف وموجود معنا شو الكلمه الايجابيه يلي فيك تعطي امل لكل هالاطفال اليوم يلي موجودين بالمخيمات ما يردوا على الكبار بالعمر اللي موجودين حواليهم هيدا اهم شيء بلا ما يخبرون الي وبلا ما يخبرون قصصهم The innocent eye في innocence يعني كنت هلا عم صور بمحطه ثانيه بمخيم هون بالبقاع وحتى ما حبيت اختلط مع الكبار بالعمر يعني شو بدي فوت معهم باي تفاصيل بدي اسالها ليش عم بتخلفي 7 أولاد وانت صار لك بلجوء 3 سنين بدي اسالها نو بدي احكي مع الولد شفت ولد عم بيلعب حطيته على الانستغرام شو قلت له؟ شفت ولد عم بيلعب سكينج على انه هيك معه مثل شقفه لايك ا كاردبورد وقاعد عم بيعمل تزلج هيدا بيعطيني امل بينما امه اللي عم تسالني عن قد ايه المساعدات اللي رح تجيني ورح سافر بكره وبعد بكره انه انت اعطيته امل شو هو انت اعطيته امل يمكن قصتي اعطيته امل لما شافني انه انا طالع من مخيم لجوء واليوم وبكره يمكن اكثر وهيك واخيرا اجى الدرينك تاعي مش قد ما بحكي بسرعه بس تفريق شكرا يا علي انت عم تحكي انه في امل وغير طلعت انت ذا موست وان اوف ذا موست 40 انفلوينشال ارب بيرسونز بسنه 2016 The man of the year بالإسكواير سنة 2015 يمكن. شو اللي وصلك لهالليفل هيدا من الانفلونس؟ لأنه أنت فيري بوزيتيف، هلا قاعد معنا عن جد قلنا إنه
نيالك نيالك على هالإيجابية على هالبوزيتيف انرجي بس شو اللي خليك تصير the most influential one of the 40 most influential people بالعرب world the man of the year بإسكواير. أنا كنت عم بتبيع الحمد لله فما بعرف ليه العالم بدك تسأل العالم هذا السؤال ليش عم بيشتروها بعدين في شغلي كمان انه حتى الغرب اليوم يعني بس انت انفلونشر من خلال كتبك ولا من خلال كتبي ومقالاتي انا اشتغلت للهافينغتون بوست اليوم اديتور ان شيف لستاب فيد ويلا فيد عند يعني من شان كتبي عم بيطلع لي المجالات انه اقدم يو نو توبكس للعالم مختلفه وهيك most influential بدك تسالي لنقاني بس انا بحس امرار انه حتى هلا لما اي واز ان لندن لانه هيدي اجدد شيء في عالم عم تتفاعل يعني انه العالم زهقت كمان زهقت من الكذب وزهقت من الشحاده وزهقت من التعتير وزهقت من العالم الشرقي والغربي يعني اثنيناتنا زهقنا طب اليوم احدث روايه لك شو موضوعها تغيري بطل الكونفيشنز يا خلصنا هول هي هون لك هذاك الرابع هو التيل اوف تالا هالمره متطرق لموضوع جديد اللي هو انا غطيت سنه عشت بسلوفينيا وبكرواتيا كنت عم غطي ازمه اللجوء وفي شغله انه لفتت انتباهي اللي هي التجار بالنساء فكتبت قصة حب بس هي قصة جنس كمان وقصة معاناة بطريقة الغرب رح يقراها وإن شاء الله الشرق كمان يقرأ هي حكاية تالا تيل اوف تالا اللي هي عن بائعة هوا فلسطينية عايشة بسلوفينيا وبتتعرف على كاتب أمريكي وبيقرر إنه يساعدها لتلاقي زوجها اللي ضاع بتركيا ف متطرق لقصة التجار بالنساء، متطرق لقصة الإرهاب وكمان لقصة كيف هلأ أزمة اللجوء عم بتصير وبينزل هلأ بعد كم شهر يعني خالد كل الوقايع يا بطريقة قصة حب بسيطة، أنا كل قصصي يعني فيها حب وغرام وهيك لأن هيدا اللي عم بيقرأ اللي عمره 20 ولا عمره 25 ولا عمره 40 في كمان بكتبك التاني It's about a dark يعني person فهل داركنس يعني رغم انه كل البوزيتيفيتي اللي عم نحكي فيها بتضل فيها هيدا الاندر لاينج ثريد اوف داركنس يعني بتحس انه هيدا شغله الواحد صعب يطلع منها لا كلنا فينا داركنس كلكم هلا السبعه اللي قاعدين هون فيكم داركنس ومي انكلودد صرنا ثمانيه انا ابدا يا رايت بس مركب الابتسامة لا ما دينادا وحمر يعني عم بيكذب ولا انت الوحيد اللي افرته من الاخر ليلى بن خليفه من الاخر انا بقول انه خلقت بلبنان وعشت اكثر من عمرك بالكندا ونيويورك وهيك بس ما نكرت اصلك فلسطين وهيدا الشيء بيشرفك ويشرفنا كلنا وما لازم ننساه ابدا سامي حازم من الاخر انا كثير يعني بحب الكتب ومقالاتك وكل شيء وبحب نظرتك وان شاء الله كلنا نقدر نعيش بهالبوزيتيفيتي اللي انت عم يعني تفرجيها وتعيشها Thank you. جيسي خوري من الاخر شاكر معقول نشوف التريلوجي على الشاشه الكبيره ولا يا بعدني بيع حقوقهم هلا من فتره للشاشه الكبيره يا لمين؟ اما اتس ماي ايجنت عم بيشتغل انه اشتغل على الموضوع فلحدا اصلا انت مظبط حالك صار عندك ايجنت هلا على الثاني كنا مشرشحين على الاول بس في عندي اقول لك بعد نحكي معك يعني ولا بدنا نحكي مع ايجنت نقطع بكذا ساعه يعني ما ضروري نقطع بقى رشد بحسبك بامريكا وبالعالم اكثر واحد ناشط اجتماعي انفلونشال هو نايوم تشومسكي نايوم تشومسكي انت بالاذر سايد كمان ناشط اجتماعي بتصور حتكون بعد اهم من نوم تشومسكي ثانك يو ان شاء الله شكرا للانسيكلوبيديا بحسن زهير طويل الاخ لا برافو عليك وانا كمان ثانك يو بيير لان دائما نحن بالشوات بيير دائما بيطلع هيك الناس طلعوا من لبنان واشتغلوا على حالهم عن جد ثانك يو لك وثانك يو للبرنامج لان انه هيك بيرجع بيعطي امل لهالشباب انه بنحس حالنا كثير منيح نحن دائما في امل انه اللي بيتعب وبيشتغل على حاله دائما في يوصل كعدم من الاخر ما بعرف شو بعد لازم اقول لك من بعد كلهم شو قالوا انا حبيت فيك كثير روحك يلي هيك هي اعطيتك كل التشارم تبعتك وانا بتمنى لك بعد اكثر سقف بعد تعلي السقف اكثر وكثير بحب لغه الحب انا
يلي انت كثير اكثر شيء ببعثك بثلاثه. شاكر خزعال، ان شاء الله تضلك انت اكزامبل لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا الليله، وان شاء الله تعطيهم فسحه امل لكل هول الاشخاص ويحسوا كمان دائما انه لا، كل شخص قادر لو عم بيسابر يقدر يوصل ويغير نمط حياته وما يقول انا خلقت هيك وهيدا حظي. Thank you for having me هون عن جد، ولما اكون بلبنان هيك انه ببلدي يعني، ف I feel happy وهيدا و yeah and thank you cheers. هيدا بيتك cheers. شكر شكرا كثير لك، ما تروح على محل بيك جديد دغري من بعدها. متابعين حلقتنا لليلة من الاخير اكيد فوتوا وتواصلوا معنا على تويتر فيسبوك وانستغرام بريك ومنشا. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Come on, come on, come on.